شفت مصطفى، موضوع نادي القرن ده يعني انا قلت في حاجات يجب ان تحسم هذا الموضوع. اي ما احنا عاوزينك تقول. خلي بالك المعايير اللي اتحطت سنه 94 قالت يا جماعه عايزين نصنف الانديه الافريقيه عشان نعمل بطوله دوري الابطال، عشان نحط مين يبقى مصنف اول ومين ثاني وثالث ورابع وخامس لحد 50 زي ما يطلعوا 60. المهم على مستوى مستوى افريقيا، مستوى القاره الافريقيه، انت تصنف الانديه بحيث انك لما تيجي تلعب فريق مع فرقه ما تصنفش اول مع ثاني. المهم التصنيف ده بيبقى موجود في المسابقات عشان تيجي تعمل ايه؟ نعم المنافسات. النادي الاهلي طلع الاول سنه 94. اتحسبت ازاي؟ النقطه يا مصطفى بص، البطوله كذا ثلاثه، التعادل بكذا، الاشتراك بكذا. حتى كوتوكو لما كان بيشترك كتير قبلينا من سنه 74، كوتوكو طبعا كان طالب انه يبقى كنادي القرن، لكن قالوا له لا. هي مش نقاطه بس، نقاطه بطولات. انت البطوله هتخليك تزيد اعلى من البطوله بثلاثه، والمشاركه بواحد مثلا، والثاني باثنين، فهي كده يعملها خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد يا كابتن مصطفى. نعم النادي الاهلي خد نقاط كبيره جدا برغم الاربع سنوات النادي الاهلي ما اشتركش فيها. لما جه سنه 2000 موجوده الحاجات دي، موجوده مطبوعه وجاهزه وتحط على في كتيب عشان يعني الاتحاد الافريقي ما جاملش النادي الاهلي في نادي القرن. مصطفى يجامل يعني حد، انا عايز اعرف عشان السكرتير طول لك الاستاذ محمد احمد، فاكره نائب رئيس الاتحاد الافريقي؟ النائب محمد احمد، النائب محمد احمد كان موجود نائب رئيس الاتحاد الافريقي طبعا، ما كان بقى وبعد كده رئيس نادي الزمالك سنه 2000 و2001 الدكتور كمال درويش طبعا. يعني قال لك ليه المعايير اتوضعت كده؟ قالوا لي اتوضعت في سنه 94 قبل ما ايه يقرروا يا كابتن مصطفى اذا كنا هنعمل نادي قرن ومش نادي قرن، ما كانش فيه الفكره دي اساسا موجوده. طيب النادي الاهلي لم يجامل، النادي الاهلي خدها ببطولاته بنقاطه بمشاركته منذ السبعينات. منذ السبعينات.